متعرف على حضرتك؟ أشرف زكي بارومة، رئيس حزب مصر الكنان. حضرتك نازل النهاردة الجمعة، في مطالب معانا للحزب؟ لا احنا ما بنطلبش حاجة لأن مفيش حد نطلب منه. احنا معانا خارطة الطريق عشان نخرج من المشكلة اللي احنا واقعين فيها والورطة والنفق المظلم، النفق السياسي المظلم اللي احنا ورطانين فيه دوت. طرحين مبادرة اسمها البرلمان الانتقالي عشان نعمل برلمان يجمع كل طوائف الشعب المصري، وفي نفس الوقت عاملين خطة كاملة بتواريخها بكل حاجة لتسلم السلطة السلمي اللي هتنتهي ان شاء الله نهاية السنة اللي جاية 2012، ونطلع من اللي احنا فيه ده من غير اي مشاكل. الحزب عامل قوائم لترشيح مجلس الشعب القادم؟ اكيد طبعا. كام واحد؟ لا احنا ان شاء الله في 21 محافظة جاهزين ان شاء الله، وبقية المحافظات هننزل فيه. اعتقد ان احنا هننزل في عموم محافظات مصر وبقوائم كويسة قوي، وبرضه كمان في المستقلين لنا مجموعة كويسة ان شاء الله ان شاء الله. بس احنا مش عايزين انتخابات بصراحة في الوقت الراهن، لناس عن ما يحصلش انتخابات عشان ما يحصلش راق الدماء كتير وما تحصلش مشاكل كتير. حضرتك رايك ايه في المجتمعين المرشحين لرئاسه الجمهوريه بعد اجتماعهم الاخير؟ والله مرشحين رئاسه الجمهوريه دي نكته على فكره، ما فيش حاجه اسمها 7 مرشحين رئاسه الجمهوريه بيجتمعوا مع بعض. يعني اللي ارتضى انه يكون 7 رئيس اعتقد ما يستحقش يبقى يطرح نفسه لرئاسه مصر. هم مش يعني هم ده ترشيح كل من يريد ان يرشح نفسه، فالساحه مفتوحه. ولكن ان هم يجتمعوا مع بعض معنى ذلك ان هم ما عندهمش حاجه، وبعدين هم ما فيش يعني لحد الان ما فتحش باب ترشيح رئاسه الجمهوريه. انا شخصيا معترض على الموضوع ده كله. يعني الحزب لا يرى من يصلح الى الان مرشح رئاسه الجمهوريه؟ اكيد الحزب مجهز نفسه انه يدخل انتخابات رئاسه الجمهوريه. طب من الاسماء المرشحه لرئاسه الجمهوريه؟ والله لسه ان شاء الله، بس لما نوصل للوقت دوت هنحط الاسم المطلوب. ابرز خريطه الطريق بتاعت حضرتك البرلمان الانتقال. المهم جدا البرلمان الانتقالي، واتمنى والورق موجود بالبوسترات، واتمنى تاخدوا فكره عنها. احنا طلبنا ان احنا ناخد من كل حزب وائتلاف 5 اعضاء من كل واحد، يطلع عندنا حوالي 300 عضو حسب التقسيمه الموجوده يعني، وناخد من اللي كانوا مترشحين في البرلمان 2010 السنه اللي فاتت، ناخد 5 من المستقلين، كانوا مترشحين مستقلين خالص يعني، يبقى عندها 450 عضو تقريبا على حسب تقسيم الدوائر، وده نصاب برلماني كويس جدا نقدر نعمل بيه برلمان انتقالي، ونطلع منهم 90 واحد من الكتل ديت يمثل لجنه صياغه الدستور، بالاضافه لاضافه 30 متخصص من ترشحهم المحكمه الدستوريه العليا والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للقوات المسلحه كمان والكنيسه والازهر، ويبقى عندنا 120 شخص يعملوا الدستور المصري في خلال 60 يوم، وبعد كده يتم ترشيح رئيس الجمهوريه بعد الدستور طبعا، ومن ثم رئيس الجمهوريه يشكل الحكومه بتاعته والبرلمان يديها الثقه، وفي الاخر يحل البرلمان الانتقالي ويدعو لانتخابات جديده تكون البلد تثبت امنيا. احنا ما عندناش اي امن في مصر، ما عندناش اي مقومات عشان الانتخابات تحصل الفتره اللي جايه دي. رايك في الاحزاب السلفيه، حزب النور، حزب الاصاله، الحريه والعداله؟ والله هم كلهم مصريين وكلهم اصحاب حقوق، سلفي او غير سلفي، هم في الاخر هو حزب سياسي بغض النظر عن ايه الايديولوجيه او المرجعيه بتاعته، هو حزب سياسي وبيشارك بوجهه نظره. احنا المفروض البرلمان او المشهد السياسي يجمعنا كلنا مهما اختلفنا، كل واحد حر في رايه، يعني امر طبيعي ان يكون عندنا كل الطوائف. هل في قنوات مفتوحه بينكم وبين الاحزاب السلفيه؟ كل الاحزاب بيننا وبينهم قنوات مفتوحه، وما عندناش اعتراض على اي حد، وكلهم اصدقائنا وكلنا يعني بنتعامل مع بعض بكل حاجه، مهما اختلفنا احنا نعي ثقافه الاختلاف ونتعامل معاهم بكل شفافيه، مفيش اي مشكله خالص. شكرا يا فندم. اهلا وسهلا بك. شكرا. شبكه كلمه تشكر حضرتك. شكرا لكم. شكرا.